طبعا احنا اليوم نتكلم على المواد الغذائية وصعود المواد الغذائية عامة، وكذلك الخضروات والأسعار مرتفعة مثل الطحين والشكر والتمان والزيت والمعجون، غذاء المواد الغذائية عامة مرتفعة. وبينما أجانا هسه شهر الخير شهر الطاعة، احنا اليوم نتكلم وعتبنا مثل ما نقول على التجار، الناس المتمكنة، الناس اللي الله منطيها، ومثل الموظفين الناس الخيرة. احنا اليوم نريد واحد يساعد الثاني، وليش ما نتكاتف؟ ومثل ما تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احنا اليوم نريد نتكاتف ونريد واحد نساعد الثاني. عم السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم. عم مناشد على التجار، خلينا نزدون الدولار، الطحين غالي، المواد الغذائية كلها غالية. قبل رمضان المواد كلها صاعد، هسه الدولة جانا شهر رمضان المواد غلى بالزايد، المخضر هكذا، واحنا ناس كسبة نطلع من الفجول للليل نرجع لهنا. على مود خبزة الحلال، يعني المواد كلها صاعد. ناشد الشيعة محمد السوداني ينزل الدولار، أما أمشي عليكم الحسين، أمشي عليكم أهل البيت، نزل الدولار ونزل المواد الغذائية. أكو ناس كسبة، أكو ناس محتاجة، أكو ناس ما عندها. مثل ما أقول هي فرصة التجار هذه يتانوها، يعني الفقير بهذا الوقت ما يقدر يأكل. على الباذنجان مثل ما أقول 1500، الطماطة ب1000، يعني زيت بطل 3.5، يعني مين العالي مين تاكل؟ الرقي اللي كان ب2000 اليوم ب4. والله يعني حال الفقير الله يساعده والحسين.